سلام. صباح الخير. صباح الفل يا عمر. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك انت يا عمر؟ صباح الخير عليك. نور الدنيا. هو اسامه معانا يا احمد؟ لا ما اظنش. طيب بقول لك يا عمر، نعم، انا اتفقت مع حسام زكي ان هو يقدم حاله او يقول توك يوم 15 يونيو. ماشي، بس احنا مش عايزين توك، عايزين حاله لو امن. طيب لا، هو بيعرض اللي يقولوا انتوا زي ما انتوا عايزين. احنا عشان احنا عايزين حد من اولادنا هنا يقدم حاله مماثله علشان يبقى في نوع من يعني تبادل الخبرات. هو الحقيقه انا كنت بفكر ان هو يقدم حاجه عن الاو سي تي، حاله فيها او سي تي، فاحنا ما عندناش ده. فايه رايك؟ ابقى اكلمك في التليفون نتفق؟ لا يا انا بس يعني هنتكلم نتفق على كل حاجه، بس انا رايي عشان تبقى الفايده اكتر في كل لقاء مع الطيور المهاجره اللي احنا هنعمله مره في الشهر او مره كل شهرين، اللي ابننا اللي بره يقترح حاجه وحد من اولادنا اللي هنا هيقدم نفس الحاله ويحصل ديسكشن على الكلام ده. لو او سي تي ما عندناش او سي تي. ما عندناش او سي تي. لا لو الاو سي تي ما عندناش، لو الاو سي تي هو الحقيقه رفع لو هيقدر. تامر دكتور تامر ابو عرب معانا، احمد لو يقدر يقدم لنا كيس بيست ليرنينج. استنى يا حضرتك، برومس مش عالي الاو سي تي. لا ما سمعتش تامر، ايه في كلام كتير مش سامع. هو لا هيقدر يقدم كيسز يبقى محطوط فيها الاو سي وهاو تو ليرن الاو سي، كيس بيس ليرنينج يعني. واحنا كمان عايز اقول لك على حاجه، احنا من سمعنا. ازيك يا اسامه رفاعي؟ احنا من هو انا سامع حضرتك وعمر. اتفضل انت. طيب انت طيب، اتفضل. احنا بنتكلم يا اسامه لان احمد مشكورا كان طرح فكره ان احنا نلتقي مع اولادنا من الطيور المهاجره مره كل شهر او شهرين، ننسق. هو متولي الموضوع، ربنا يديله الصحه. فكنا بنتكلم ايه الافضل، ان احنا يعني حد من الطيور المهاجره دي قدم حاله او حد من عندنا قدم حاله ودون النقاش على هذا. هو الاقتراح اول واحد هيقدم اللي هو الدكتور احمد حسام زكي. حسام زكي كان عايز يتكلم على الاو سي تي. طبعا احنا اول اكسبيرينس في الاو سي تي لان ما عندناش الجهاز، مش كبيره. لو هو نبتدي بدي كتجربه ما فيش اي مانع، بس انا بحب اقول ان احنا من الناس اللي بقوا اكسبرتس عالميين عندنا في الاو سي تي. وائل النماس، وائل النماس افتكر ان هو في النرويج او حاجه من هذا القبيل، وهو من ساعه لما سافر وهو بيشتغل على القصه دي. ف يعني لو حد يقدر يتصل بيه يكون معانا برضه ساعه الميتنج يبقى حاجه ظريفه. لكن ما فيش مانع لان ده تكنيكي احمد احنا ما بنستخدموش، اذا كان هو عايز يقدمه وزي ما تامر بيقول يقدم حالات وهاو تو ديل ويز يبقى حاجه ظريفه. طيب خلاص، في المستقبل نحب ان احنا يعني يكون حالات، والحالات دي حاله من عندنا وحاله من عندهم. طيب هو على العموم الراجل ما فرضش حاجه، هو انا اللي بقترح الاو سي تي. ما عندناش مانع يعني، احنا شايف هو يعني كون ان هو احنا ناخد زاويه كيرف على الاو سي تي ده حاجه كويسه مش وحشه يعني. طيب ماشي. بس عندي راي دكتور عمر، عندي راي عايز اقول لو سمحت لي. اتفضل. هي كون ان هو يتكلم عن او سي تي كريفيو، دي حاجه موجوده في الكتب يعني، قصدي كونفرنس ده. لا مش ريفيو، هيقدم حاله. ايوه كده هيدي حالات. لا كتب، لا حاله يشوف الامبروف يعني الامباكت بتاع الاو سي تي كده، يبقى احنا كده فعلا نقدر نستفيد. لا هو هيقدم حاله نظري كده طبعا، بس انا عايز اقول ان يعني انا طبعا وائل ده من اخواتنا اللي كانوا معايا في الجروب، وهو مسافر بقاله حوالي اكتر من 15 سنه، وهو ده المين يعني ايشو اللي هو بيتعامل معاه وبيشتغل معاه بره. فلو حد يعرف يتصل بيه ويكون معانا في نفس الميتنج تبقى حاجه ظريفه، هتزيد الميتنج صراحه. طيب الله يبارك. انا كان عندي الايميل بتاعه، وانا هو طبعا متعاون معايا كتير. ببعت له قريب قلت له طب يا وائل احنا عايزين نتعاون. هو شارك في الريسيرش ما شاء الله، انا شاركت معاه حاجات كتير بره. فهو قال لي انا مشغول الكلام ده من حوالي شهرين. لا يفضي نفسه، بقول لك لما احمد يتفق مع منصور هيوقف
على الميعاد بقول له والله يحب يعني افتكر ان عمره ما هيتاخر ان هو يشترك في حاجه كده مع الدكتور. طيب احنا عشان ما نعطلكوش هنبتدي، ودكتور تامر ابو عرب هيقدم اول حاله وهي حاله التبانة. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير جميعا. هقدم كيس النهارده انا مسميها كومبلكس كورونري انترفينشن، لان هي مش مجرد حاجه واحده. فان شورت كده احنا الكومبلكس كورونري انترفينشن هتشمل كل السبسيتس الجايه ديت، اللي هو البايفركيشن ليفت مين سبسيت، سام تايمز بيبقى ترايفركيشن لما يكون في بيج جريمس برانش، الاوسيال ليجنز، المالتي فيسل ديزيز والهاي سيلتك سكور، كالسيفايد ليجن، انكروسبل اند اندايلاتابل ليجن، CTOs، وفاينالي الشيب بيشنت اللي هو كومبلكس هاي ريسك اند انديكيتد بي سي اي. الحقيقه الحاله اللي انا مقدمها فيها اول 6 ايتمز من السبسيتس دي. ده الهيستوري بتاع العيان، هو بيشنت ميل، بيشنت 74 years old، هايبرتنسيف سموكر. البيشنت ده اسكيميك، عمل بي سي اي 15 years ago تو ال اي دي اند ريمس ان نون تايب اوف ستنس موستلي، يعني في الوقت ده كانت يعني كانت دراج يوزنج ستنت از اوكي ويز نو ميديكال فولو اب خالص، ماشي بس على اسبرين بيزوبرولول 2.5 ملي جرام، اتورفا ستاتين 20 ملي جرام. فضل سيمتوم فري فور اول ذيس 15 ييرز لغايه من لاست 6 مانس ابتدى يشتكي افورت انجينا كانديان كلاس 1، و2 ويكس قبل ما يبرزنت ليا جاله اكسلريتنج انجينا. الايكو بتاعه عملناه له اوجكشن فراكشن 60% ويز نو ريستنج سيجمنت اوف موشن اتول، والاي سي جي ويز نورمال. هيموداينامك بلد بريشر هارت ريت از اوكي، هو كان بودي ماس اندكس 24، ال دي ال 90 ملي جرام على اتورفا عشان لو ماشي عليه فاكسبتور، يعني لو رفعناها شويه يبقى اوكي. كرياتين 0.9، كرياتين كلينرز 80 ملل لتر بير مينت. هو في حاجتين، هو يعني هو ذيس بيشنت سي سموكر؟ سي سموكر اس. يعني دي الحقيقه يعني هو انا هو نص الميديكال فولو اب فور 15 ييرز بعد ما عمل الانيشال بي سي اي في الاول. يعني انا اعتقد دي في الناس اللي يعني في فولو اب معاه يعني دي كرايم، يعني واحد اسكيميك وما كانش في فولو اب وعمل انترفينشن مستيد سموكر، دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو غريبه وكويسه في نفس الوقت ان الليفن فيجر فانكشن از نورمال، والاغرب ان مفيش يعني ريجنال وول موشن اب نورماليتيز بالرغم من ان اولد اسكيميك بيشنت وعامل بي سي اي من 15 سنه، لكن ده اللي موجود. هو اسكيميك وزاوت انفاركشن، يعني ما جالوش انفاركشن قبل كده، هو كرونيك ستيبل انجينا او كرونيك كرونيك سندروم ستيبل، ماشي على ميديكال تريتمنت المينيمم ريكوايرد دوزز اوف بيتا بلوكر وفتور ماستاتين مع استرون سنجل انتي بليتد ثيرابي. فمتهيألي لو ما حصلوش اكسلريشن للكورونز او هو دي مش انا دلوقتي اكسلريت حتى هنشوف اثر ال 15 سنه عملوا فيه. So what we can expect from this patient maybe an instant restenosis, CTOs and the collateralized vessel, multi vessel disease, all of the above. This is called a view طبعا ما باين لنا في ديستال ليفت مين افكشن ترايفوركيتنج انتو ال دي وتشود اوستيال سب توتال اوكلوجن بيج ريموس برانش ويز ميستنتري سينوسس ان سميث سيجمنت ليفت سيركم بيج ليفت سيركمفرنس برانش ويز سي تي او اوف سمول او ام برانش وريتروجريد فيلينج تو موستلي سي تي او بروكسيمال رايت كورونري. بس يا تامر ده عنده ليفت مين يا جماعه؟ عنده ليه ديستال ليفت مين افكشن؟ سيجنيفيكانت ديستال ليفت مين افكشن. هو اي واحد يا اسامه بهذا السبير ستينوزس ان ذا ال اي دي ايفن ان ذا ايمج از نوت يعني سينج نت ليفت مين غالبا بيبقى ستاندنج ليفت مين، بس هو طبعا عنده ليفت مين زي ما انت بتقول، وعنده انستنس ستينوزس في الريمس وعنده ال سي اكس وعنده رايت كورنر يدود الديملا من الليفت سيستم، فطبعا ده يعني يعني تمام. وبرضه بتقول لنا على الناشر هيستوري، يعني راجل زي ده عامل بي سي اي من 15 سنه، هيز نوت كومبلينينج، هيز نوت دوينج اني لايف ستايل موديفيكيشن، ان سبايت ذات هي واز ستيبل انتل 15 دايز اجو. يعني الفاريابيلتي في البرزنتيشن اوف كورونري ارتري ديزيز اند هاو ات از ديسيفينج. وانا عاده حتى العيانين بتوعي اللي عندهم اسكيميك هارت ديزيز whether they are complaining or not, I advise them to do stress test every one or two years. لأن المثال ده واضح قصادنا، يعني how critical the region is and in spite of that, the patient is not complaining.
اتفضل يا كرينيان فيو بيكمل المعلومات اللي عندنا ديستال ليفت مين اسيروما كوزنج اولموست 70-80% ليجن اوسيال كريتيكال اوسيال ال اي دي ليجن انستنت ريستينوزس ديفيوز ويز ديستال ايدج ستانت ستينوزس وده كريتيكال ليجن في الستنت اللي موجوده في الرينوس برانش وجود كولاترال فيلنج تو ذا ار سي سو بيكوز ذا كولاترال فروم ليفت سيركمفلكس Our opinion view confirms the same information. Spider view, هنا بنقدر نشوف الاناتومي افضل شويه، ادي الليفت مين وادي الاوسيال ال اي دي، ريموس برانش، انستنت كريتيكال انستنت ريسينوزس، بروكسيمال ليفت سيركمفلكس ليجن. طب ممكن اسال سؤال بقى؟ اتفضل يا اسامه. امتى العيان هيعمل كابج؟ انا لسه ما خلصتش هقولها هو لسه ما قلناش هو ده عمل له كابت اول عمل طبعا يعني مش ممكن عشان السي تي او اوف بروكسيمال ار سي يبان في الاول سمول سايز رغم ان الديسل بتاعته اذا يعني جود سايز بس طبعا مالي من هناك كويسه مالي من الليفت سيستم طبعا بيشن زي ده نيفر تو تاكل يعني يعني اد هوك اتليست لازم بيشنت ينزل يطلع من الكاث لاب خالص هو فور هارت تيم ديسيجن اند ديسكشن انا كان الفيرست طبعا بيان ما فيش ويزاوت داوت كابتش البيشنت ترانسفير تو هيز روم يعني وعملنا الهارت تيم ديسيجن بقى عندنا بول زي مالتي فيسل ديزيز كالسفايد ليفت مين ترايفوركيشن انستنت ريستينوز في ال ال اي دي والريمس اوسيال ال اي دي افكشن سي تي او رايت كورونري وسي تي او سمول اورين برانش سنتكس فور حسبته كذا مره يعني اعتقد لو في كان مينيمم اقل رقم لقيته كان 55 فاحنا ان فيري هاي سنتكس فور وكان البلان طبعا فور كابتش اكثر من 33 يعني قصدي الرقم كان بيطلع احيانا 60 يعني بكذا شكل جايد لاينز ستيتنج كلير يعني ان الثري بيسل ديزيز ويز اور ويزاوت دايابيتس كلاس 1 اي انديكيشن فور كابتش كلاس 3 فور بي سي ار بس هنا في لتر كده في الليتريتشر او في الجايد لاينز لتر سي ده تحت لو احنا ارنا بي سي اي شود بي كونسيدر فور ذا هارت تيم از كونسرند اباوت ذا سيرجيكال ريسك او اف ذا بيشنت ريفيوز كابج افتر ادكويت كونسلنج باي هارت تيم يعني لو الهارت تيم ديكلاين ذا سيرجيكال ريسك والعيان او العيان ريفيوز كابج ممكن يتعملوا بي سي اي لان احنا بنقدر نعمل ده بس after proper counseling when the cabbage is first preferred option for him will BCI ممكن يجي كsecond option out of the guideline الحقيقة هنا كان في hard team patient decision لأن ال patient دخل في القرار شوية أول حاجة surgeon declined the option نتيجة ال high surgical risk كان أستاذ جراحة كبير شاف العيان قال له الريسك في البروسيجر ده بعد ما حسب له اليورو سكور بتاعه وال STS سكور السيرجيكال ريسك بتاعه كان almost 10% ليه؟ عشان بور كالسيفايد تارتس لا معلش انا مختلف مع السيرجن ده يا جماعه ازاي يعني هم ياخدوا العيان ياخدوا امتى ده مؤاخذه بيتدلع ده رايي السيرجن انا متفق يعني. معاك تماما يا اسامه يعني واعتبر بقى السيرجن ده قال ايه ده العيان فيري سيمبل كامل ايه والبيشنت ريفيوز از ويل الحقيقه يعني العيان في الاول اون تيبل قال خلاص هعمل كابج ووافق وان زي ده كان امور اوكي بعد اليور سكور بتاعه كام ده يا جماعه اليور سكور هيبقى واطي ده ما عندوش اي كوموربيديتيز لا اليو سكور واطي يا دكتور اسامه السيرجيكال ريسك عشان التارجتس من الجراح مش من ال ما اعرفش احنا بندرس ايه للطلبه احنا عايزين حاجه كلاسيك تيتشنج يعني ده كلاسيك بيشنت فور كابج ستريت فورورد يعني مفيش شك كده انا متفق معاك تماما واضيف حاجه ثانيه يعني انا في العيالين احنا طبعا بجانب ان احنا حاسبين سنتك سكور وكل حاجه لكن في حاجه تانية مهمه قوي اللي هو الكوست بنفيت انا هنا هحط اربع خمس دعامات على الاقل يعني وبعدين انا يمكن شويه ادفوكيتنج الفايده بتاعت العيان ما يعني بقول له انت الصالح بتاعك جراح لما بتسيب الباب موارب او احنا طبعا بعض يعني العيان طبعا تقول له انت هتعمل جراحه وتكسر صدرك ولا تقعد شهرين ولا اعمل لك الدعامات دي وتروح تاني يوم هيقول لك طبعا اروح تاني يوم فانا في الحاجات اللي بالنسبه لي ظاهره ان فايدته هنا اكتر
ما بخشش في ارجمنت او بقولها للعيان بطريقه اخليه يضطر ان هو يختار الجراحه. فانا متفق معاك يا اسامه ان هو طبعا رغم ان يعني تامر مشكورا قال لي هو فيري امينت سيرجن، لكن واتفر انا مش فاهم زي ما انت بتقول هو ما عندوش اي كوموربيديتي، رينال فانكشنز نورمال، ليفل فيكر فانكشنز نورمال، فده عيان فيري سيرجن طبعا. وسام تايمز احنا بنقول وي ار نوت دوينج سامثينج بيكوز وي كان دو ات، بات بيكوز اوف ذا اول ذا سيركمستانسز اوف ذا بيشنت انكلودينج ده كوست طبعا، وخاصه واحد زي ده تلاقيه مش حاجه في حاجه من جيبه. هو بيشنت ده كان مستشفى برايفت وسبونسر، فانا قصدي جراح ما عندوش حاجه يوجيك يعني جراح هيبقى بالنسبه له مش مهم يعني. لكن ده راي جراح، ده راي جراح من جراحين، لكن احنا بنتكلم مع بعض هنا. طبعا انا متفق ان هو يعني راي الجراح ده انا كنت اناقشه فيه، ونمره اثنين هو يعني سيوتبل او بريفربل بالنسبه لي على حسب ما تامر قدم الجراح. نشوف تامر عامل ايه. طب حابب نقدم وكمل الحلقه، احنا اشتغلتها هنكملها. اه طبعا مش هنكملها ايه؟ دكتور اسامه مش عايز. لا 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 مش عايزك تكمل انا خلاص. بس خلي بالك مش عايز انا عارف احنا بندي رساله للناس اللي بيشوفونا يعني ده هو سيرجيكال ريسك تارجتس يا راجل، اتقي الله التارجت بتاعه وحش يا راجل. مش انا اللي بقول كده، احنا لازم تاخد الرساله دي توصل للناس كلها. ده جود تارجتس وستريت فورورد كابتش ملوش اي حاجه خالص. انا مش فاهم يعني في الاخر يعني قال ممكن بس العين في الاخر ورفض. كان خلاص بتاعه ال طيب هو انت رحت طب انت البلان بتاعتك ايه بقى يا ابو عرب؟ البلان انا اقول لك حاجه ثانيه، متاكد في حاجه برضه مش فاهم. الميتنج بتاع الاسبوع اللي فات يا دكتور عمر اتفرج عليه على اليوتيوب بعد ما حطيناه حوالي 400 واحد. حاجه جميله الحقيقه يا احمد. دلوقتي بقى الميتنج بتاعنا ده الناس بتستناه، وانا حتى قلت لعبد الله لان عبد الله يعني كان او المفروض ان هو كان ينزله على السايت بتاعنا ما نزلوش. لا نزل ايوه انا واخد بالي. هو لينك نفسه ما اتبعتش. هو يعني نزل على السايت بتاعنا من 3 4 ايام، لكن طبعا زي ما انت بتقول يعني الناس كتير ولما بيتاخر بيسالوني هو فين الفيديو. انا دخلت شفت على السايت بتاع اليوتيوب بتاع الاسم ده، الاسم لقيتها 300 حاجه و70 واحد، حوالي 400 واحد شاف الحقيقه. الميتنج بتاع المره اللي فاتت كان يعني ماستر بيس. اتفضل يا دكتور. انا هبقى اسمع حضرتك اول يور ستاف. لا انت قول لنا اول على طول. الحقيقه فكرت كتير وقعدت اتفرج على فيلم يعني كذا مره عشان اوصل لقرار اعمل ايه. فقررت اعمل الاتي البي سي اي تو ليفت مين اللي دي ليفت سيركمفيكس ترانسفوركيشن الار سي والاو ام اذر سيشن البيشنت سيتس سيمبتوماتيك. قررت اسيبهم ميديكال تريتمنت مش هعمل لهم حاجه. اديكوت ليجن بريباريشن وروتابليشن تو ليفت مين اللي دي تو بي اون بورد يعني ترانسفوركيشن تكنيك. ما كانش عندي في الوقت ده هعمل ايه بالظبط، بس يعني قررت. ممكن توريني السبايدر فيو يا تامر كده؟ ايوه ثبت بقى لو سمحت. ايوه انا بشوف بس يعني صعب برضه. طبعا دي هو الـ هو الريمس بروكسيمال بارت بتاعه ديزيز الريمس في اوسيا يعني هنا اولموست 50% وفي استنت هنا وفي كريتيكال ان استنت ريسينوزس في الميسنج بروكسيمال هو البورد بتاعه. يعني انا عايز اقول يا تامر ان يعني اول حاجه تفكر فيها زي ما انت قلت كده ان الليفت مين اللي دي ده وسي اكس يعني ده اللي في ذهني، وانت سكيور دول قبل اي حاجه.
هو النقطة بقى يعني مناقش مع تامر، هو طبعا أنا متفق معاك إن الـ LEDs كروشال، هو أساس القصة كلها والـ LCX. الترميم كل ما الواحد يعني كل ما الواحد بيحاول إن هو يقلل الـ complications أو بتاع الـ procedure كل ما كان أحسن. Whether in a case like that هل أكتفي بإن أنا في الريمز ده أعمل الـ instant stenosis ولا اخد ستنت طويله بدايه؟ هو البوردر لاين موجود في البروكسيمال فقط، اخد وبعدين احنا هنبقى ليرز على ليرز في بروكسيمال ليفت سيركمفيكس. طبعا طبعا سيركمفيكس دي متفقين، انا بتكلم على الريموس الاسطاني ده. البروكسيمال بارت اوبيت الليجن بوردر لاين، وطبعا في سيجنيفيكانت انسنس سيموس. فهل علشان حتى لو انا هقدر اعمل التراكيشن تكنيك، هل ان انا اكتفي بان انا اعمل ال اي دي والال سي اكس واشتغل على الانستنس نوزز ولا اعمل الترافيكيشن؟ طبعا الترافيكيشن مشكلتها انك انت هتاخد هو كالسيفاي وهتاخد لونج ستنت، والحاجه الثانيه ان الاماونت اوف ماترز اللي هتيجي على بعض كتير. فدي النقطه، دي نقطه ديبيت. طيب انا الحقيقه ابتديت الاول وايرنج ليفت مين ال اي دي بس سوزي ستريت كاليشن، ولو احنا نقدر نشوف الكالسيوم هنا كان في هيفي كالسيفيكيشن موجوده هنا، وفي بانش اوف كالسيوم في الانجل ديت. فكرت لو قد يعوق الستند ديبلويمنت او البروبر اوبننج اند ابوزيشن اوف ذا ستند، فكرت هعمل بيت سيل اول ببالونه 2 وبعدين بالونه 3 اشوف الكالسيوم ده هاو ات ويل بيهيف. دي بالونه كانت 2.20 او 2.15 اتذكر، وبعدين خدت بالونه اكبر شويه دي 3. نقدر هنا نشوف ان البالونه زي ما انا كنت متوقع الديبلويمنت تو ذيس سايد اند ذيس سايد، الكالسيوم منع البروبر انفليشن اوف ذا بالون. فتوقعت ان انا قد يحصل مشكله من الستنت. طبعا الحاله دي كان المفروض مسافيا اي، بس طبعا يعني هايلي انديكيتد الحقيقه، بس انفورشنتلي ما استعملوش، هو يعتبر ميسنج في الحاله دي. بس يعني استعملت خبرتي في الايبس او في الكومبلكس انترفينشن ده، اللي انا احنا دايما في الايبس احنا بنقدر ناخد الاكسبيرينس اللي خدناها منه لو اشتغلنا حلقات كتير ونطبقها. عشان كده هو مش كلاس 1، هو كلاس 2 في جايد لاينز في ليفت مين انترفينشن. فنقدر نستعمل لو احنا عندنا اكسبيرينس كفايه وشفنا حلقات كتير، نقدر ناخد المعلومات اللي شفناها حلقات كتير ونحاول نطبقها. فتوقعي هنا ان الكالسيوم ده هيعوق البالونه، فهنا قررت الحقيقه ان انا اعمل روتابليشن تو ذيس بارت ليفت مين ال اي دي ايفن بعد البي سي اي، رغم ان احنا المفروض لو هنستخدم روتابليشن نستخدمه فروم ذا ستارت، بس قررت استعمل هنا بعد ما عملت بي سي اي واشوف الريزلت هتبقى عامله ازاي. الحقيقه هنا انا ليا تو كومنتس. طبعا الايبس از مانداتوري، وطبعا حتى لو تامر بيقول ان احنا when we have an experience with many cases كل عيان له ظروفه المختلفه يعني. يعني لكن قرار تامر ان هو يعمل روت ابريشن اكستريملي امبورتنت، لان الفيلير هنا كله هيحصل من الاندر ديبلويمنت. وي ار اكسبكتنج في وجود هذا الكالسيوم العنيف ان هو يحصل اندر ديبلويمنت. في حد بقى يقول لك انا هحط الاستنتات وخلاص وكده كويس وكده كويس، فده بيكون خاصه ان احنا هنا بنفكر في تراكتيفيكيشن possibility يعني ريكارنس هتبقى عاليه جدا دي. فكون ان هو يفكر انه يعمل روت ده كمان الستنت ممكن كمان تتقطع او تتكسر او ما تعديش او تقع. فيري اولد ستنت دكتور احمد انسولاس تمام، بس بارت اوف ذا فيسل ما فيش اي مشكله من استخدام الايفس بعد الروتابليشن، ايفن حتى بعد 6 شهور من حط الستنت. احنا هنا بنتكلم 15 سنه فما فيش مشكله اللي احنا لا لا انا بتكلم لو هتحط انا قصدي انك انت لو هتحاول تديبلوي ستنت في وجود كالسيوم ممكن تقع منك، ممكن تشبك تتكسر او اكتر حاجه كنت خايف منها الامبروبر ديبلويمنت والفيوتشر ايفنت سواء اكيوت او ليت. فهنا غيرت على مايكرو كاستر، دخلت الروتا واير، بندخل مايكرو كاستر وبعدين بنعمل ترابنج تكنيك ونشيل الواير ونحط الروتا واير. طبعا هنا انا لاحظ ان انا ما حطيتش لسه 3 وايرز او 2 وايرز نتيجه ان انا بفكر استعمل روتر، فما ينفعش يبقى في وايرز في الاذر فيسل. خدت بير 1.75، ودي طبعا كانت جايدنج 7 فرنش اي بي يو اكسترا باك اب جايدنج كاستر 3.5.
7 فرنش وخدنا بير 1.75. عملنا ابليشن سيفرال تايمز ميبي 3 او 4 تايمز. ده الريزلت بعد الروت ابليشن اللي طبعا يعني يوج دايسكشن هنا نتيجه اللي احنا عملنا بيت سيل اور بس ما كان ويزاوت كومبرومايزيشن فلو اور افكشن اوف اني اوف ذا سايد برانش. غيرنا بعد كده دخلنا المايكرو كاستر تاني وبعدين دخلنا الريجولار واير. وهنا هنلاحظ ان البالونه الانفليشن بتاعها بقى افضل ما بقتش يعني قصدي بقى فيه بتفتح ناحيه البانش اوف كالسيوم كان موجود ده فده طمني شويه ان الروتا ديد ا جود جوب يعني. طب انت لو في ال ال سي اكس اجين ذير از هاي كالسيفيكيشن هل تفكر انك انت تعمله بالمره ولا هتعمل ال دي ولا يعني وي كان دو وي كان دو بس هيبقى قبل لازم هناخد الريسك اللي احنا نشيل الواي طبعا هنا عشان ترافيكيشن وهنعمل روتا ريسكي جدا ان احنا نعمل روتا روتيشن وفي واير في ال اي دي وريسكي جدا ان احنا نريف الواير فروم ال اي دي وندخل واير في السيركمفرنس ففورشنتلي الحمد لله السيرك ما كانش باين بيه ايفيدنتلي بالانجيوجرافي لو هو هيبي كالسيفايد هنعمل كده هتشيل الواير بس ساعتها هعمل روت ابليشن وزود انيشال بيت سي اي يعني كنت هعمل السيركمفرنس الاول وبعدين ال اي دي واسيب الواير في ال اي دي لكن في الوقت ده يعني كنت هعكس الموضوع عمري ما هبتدي اعمل سيركمفلكس دلوقتي لكن جايبها من الاول يعني كنت اعمل سيركمفلكس الاول وبعدين ال اي دي. ابتديت اعمل ستنتنج للديستال ال اي دي فيرست البارت اللي هو كان انسنتري سينوزس بالليجن اللي بعد الستنت دي كانت 333 عملنا لها بروبر ديبلويمنت وده الريزلت انا لسه ما حطيتش الاسره دي انا حطيت الميد سيجمنت اوف ذا ال اي دي. هو كان مركب كام سنت؟ هو كان مركب 2 واحده في ال اي دي واحده في الريموس. احنا دلوقتي غطينا الاستنت اللي كان فيها الاستنت ريسيونز في ال اي دي وسايبين لسه الاسره لغايه ما اقرر الترافيكيشن تكنيك. انا لغايه هنا لسه ما قررتش ترافيكيشن تكنيك انا كنت بخلص ستيب باي ستيب وارجع تاني كنترول روم واقعد افكر تاني. فالحقيقه الحاله دي خدت توتال 2 اور 45 دقيقه شغل على الترابيزه ساعه وربع تفكير في الكنترول روم بالظبط بس يعني قصدي ما كنتش اقدر اغطي البيس كله يعني ما فيش حاجه سيجنفيكنت كلها بيردن اوف اسس كلوز. ابتدى هنا بقى دخلت 3 وايرز عشان ابتدي افكر في الترايفركيشن لسه الاوسيا ال ال اي جي معملش فيه اي حاجه خالص ستاندنج اللي هو البيت سي بس عملت ريجن ريباريشن للريموس والليفت سيركمفلكس. وهنا بقى ابتدي حضرتك تحبوا نعمل ايه؟ عملت ريجن ريباريشن للريموس والليفت سيركمفلكس ممكن عم يوجي يا جماعه عايز اشوف اللي هو حيفه عنده كلهم عدد خلاص ما تسمعوش. فانا الحقيقه وقفت هنا وبصيت على الانجل كذا مره فقررت الاول هعمل في الليفت سيرك والريموس دولت يعني هقسم الترايفركيشن بتاع الليفت مين انتو تو بايفركيشن. البايفركيشن الاولاني بين السيركمفلكس والريموس والبايفركيشن الثاني بين البروكسيمال بارت اوف ذيس ريموس والسيركمفلكس مع بعض والال اي دي. فابتديت اعمل هنا قررت اعمل هنا تكنيك ديكي كراش للريموس والسيركمفلكس اعتبرت ان الليفت سيرك هنا سايد برانش والريموس هو المين برانش فعملت ستنتنج للسيركمفلكس وبالونه موجوده عندنا هنا في الريموس وبعدين عملنا كراشنج للستنت وبعدين عملنا انيشال كيسنج وبعدين عملنا ستنتنج. عم بسام
يا أسامة والنبي في صوت منك يا أسامة. خلي الدرام يا جماعة اللي معانا من فضلكم تعملوا ميوت لأن احنا مش عارفين. ميوت لكل ما عدا انت يا أسامة. بعد كده ده الريما سيستنتنج وخلاص الجزء اللي في الليفس كونفكس هنا كراش لو عملنا انيشال كيسنج حطيت بقى لونج ستانس حطيت لونج ستانس انا ما اعتقد كانت كلها 33 28 في السيركونفكس 33 في الريما كفرنج الانستنت ريسونس وهنا بنعمل بوت او يعني بروبر ديبلويمنت لان هنا مفيش مسافه خالص نعمل فيها بوت وكده عملنا ريكروسنج وعملنا الفاينل كيس فكده خلصنا كل البروسيجر للديك كراش في منطقه الليفت سيركمفلكس ريموس ولسه ال اي دي ريزيرفد فور ذا انترفينشن. انا ليه فكرت في كده لو لاحظنا البيو ده بعد ما عملنا الانترفينشن هيبين لنا هنا الاناتومي او البايفوركيشن انجل اللي هي تنفع للتي فاشن بايفوركيشن ستنتنج هنلاقي اللي هنا دي اولموست 90 ديجري انجل فاقدر اعتبر ده السايد برانش كله على بعضه وده المين برانش وده اذا تي اعمل تي ستنتنج بين الجزء ده وبين ال حظك نار حظك نار انت دلوقتي حاطط تو ستنتس انا دلوقتي حاطط ستنت في الليفت سيركمفلكس عملت لها كراشنج وحطيت ستنت في الريموس وانتهيت بفاينل كيسنج ده ديك كراش تكنيك فور الريموس ليفت سيركمفلكس وبعد كده السكند بايفوركيشن من الترايفوركيشن اللي هو هيبقى ال ال دي نقدر نقول الليف سيرك اناتومي ده اللي هو بالبرانشز بتاعته تي ستنتنج فهنا حطيت الستنت دي كانت 4 ونفخناها بعد كده بالونه 5.5 ده الريزلت الاولانيه وبعدين عملنا ري بوت وبعدين عملنا ري كروسنج وبعدين عملنا فاينل كيسنج كذا مره وبعدين عملنا فاينل بوت وده الفاينل ريزلت للترايفوركيشن صورنا كذا فيو عشان نتاكد ان مفيش اي كومبليكيشن او اي ديفورميتي في الاستنتات فده كان المنظر بري وده كان المنظر بوست الحقيقه دلوقتي ابتديت اقول ان الجراح كان ليه حق لانه ما كانش هيقدر يعمل اللي عمله تاني ربنا يخلي حضرتك هو الراجل كان بعيد النظر يعني لكن انت ما فكرتش ابدا انك انت علشان تافايد الثري لايرز اوف ستانس انك انت تسيب البوردر لاين ده وتشتغل على الانستانت ستينوز اللي موجوده في الريمس البوردر لاين البروكسر بعد ما عملت ليجن بريباريشن وعملت ستنتنج فكرت في ده بس عملت ستنتنج في السيركمفلكس حصل كومبرومايزيشن وكانت يعني الليجن بقى مور ذان 70% مع دخول الحاجات فخفت طبعا اسيبه زي كمان اللي احنا عندنا اذر فيسل اي سي تي او فاحنا هو مش معتمد غير على الثري فيسل لازم يبقى بروبلي ريفاسكولايز هو اللي كان ممكن انذر اوبشن لو كان يعني ممكن يتعمل هو دراج يوتنج بالون اللي احنا نختار وان اوف ذا برانشز ونعمل لها دراج يوتنج بالون بس برضه في الاسيا من غير ما يكون في بريفيس ستنت كنت ابقى قلقان ان يحصل يكون لكن ده كويس طبعا انت زي ما بنقول الواحد بيشتغل ستيب باي ستيب ويشوف ايه اللي حصل وبيديل وذ اكوردنج تو وات ذا فايندنج لو ما كانش حصل كومبرومايز في الريمس برانش وايفريثينج از جوينج اول رايت وانت حطيت الستنت بتاعتك في ال سي اكس وهتشتغل كنت من الممكن ان انذر اوبشن تو دي دي نقطة مهمة طبعا لكن هو تامر بيقول انه حصل كومبرومايز الحقيقة ان الاند ريزلتس رائعة يبقى احنا عملنا اديكوت ليجن بريباريشن ديس كلاسيفايد ليفت مين اس ال ال دي ريتنج ذا ترايفوركيشن اس تو سيبريت بايفوركيشنز ريموس ليفت سيلك ديكي كراش تكنيك ال دي ريموس انتشنال تي ستنتنج تكنيك طبعا ميسنج الايبس ان ذيس كيس ماي تيك هوم مسج مالتي فيسيت انترفينشن از ان ارت اند شود بي تيلرد فور ايتش بيشنت ترايفوركيشن بي سي اي تيل ناو نو داتا هاو تو ديل ويز نو ستاندرد تكنيك اتس كيس باي كيس ابروتش وده الحقيقه اللي انا عملته في الحاله دي Right to make it by two stents, three stents strategy may be considered for left main trifurcation with ossial involvement of the three branches, clinically relevant side branches, difficult side branch access, and the high risk of side branch compromise.
step by step critical thinking is the key of success in complex coronary intervention. انا بعتقد التيك هوم مسج وقصص البلاس حتى بينك بلاس بوينت دي فيري امبورتنت. يعني دايما بيقول ان هو كاتب الوقت تايمينج فور ثينكينج ان بتوين ذا بروسيدرز اكثر من التايمينج اللي هو خده فيه البروسيدر اتسلف. طبعا دي حاجه مهمه عشان الواحد يتعلم. شكرا يا تامر. شكرا يا تامر. عايز اقول لك يا تامر عايز اقول ان دي حاله مؤتمر تستحق العرض، لكن انا الحقيقه انت عندك شجاعه كبيره جدا. انا لا يمكن كنت تتاتش عيان زي ده شخصيا يعني، فبشكرك على شجاعتك وعلى التكنيك. ده كان في ايجيبت اللي فات وحبيت اشاركها مع حضراتكم. جميل. قدمتها وقدمتها بره كمان، كان في مؤتمر بره قدمتها في يعني. ما انا بقول لك دي حاله مؤتمر فعلا، دي حاله مؤتمر تستاهل تستاهل، هي حاله حلوه قوي يعني. بس بقول لك انت عندك شجاعه كبيره يعني. وبعد كده اتفضلك تقول ان حي عندهم حالات هم يجوا من اول انت هتعطل عليك والا هيتعرض للعقوبات المحلية. هنغير في السكيدجول شويه، ودكتور احمد نبيل هيقدم لنا حلقه بي اس. ليه يا عمر في ايه؟ لان البي اللي هيثم بدران ما جاش، يعني المفروض ان هو عنده حاله والمفروض ان هو يجي من بدايه الكونفرنس ما جاش. معلوم الغاب حكيته معاه، بس احنا بنعمل عقوبات اللي بيتاخر بعد كده عن الكونفرنس ما بنقبلوش ان هو يعرف تاني، وقد حدث هذا من قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنعرف حاله عيان اتريال تاكيكارديا. هي واحنا لما جينا نشتغله يعني لقينا كذا مفاجاه عملت لنا تغيير في الاستراتيجيه بتاعتنا. هو ميل بيشنت 53 years old. He's not diabetic or hypertensive. البيشنت كان بيجي له بالبيتيشن فريكوينت اتاكس بالبيتيشن. كانت ليها الكرايتيريا التيبيكال بتاعت ان هي نتيجه اريتميا سادن اونست اند اوفست اتريست اند اتاك. كانت الاتاك بتيجي ما بين 10 15 دقيقه. كانت تيرمينيتد سبونتينيسلي. كان بيجي معاها ديزنس، كان بيجي معاها ديزنيا فيكسنج بوك، لكن اكشولي ما كانش البيشنت قادر يلحق يسجل يعمل اي سي جي وقت التاكيكارديا، فما كانتش دوكيومنتد بالسيرفيس اي سي جي. لما هو جاله اكشوال سينكوب يس او بري سينكوب، اكشوالي بري سينكوب تمام. ذيس از ذا ريستنج اي سي جي، وزي ما احنا شايفين. بقول لك ايه، بقول لك احمد نبيل من الهيستوري كده، كان يو بريدكت النوع الاريزميا ولا مستحيل؟ لا مستحيل. هو الايدج قد ايه؟ 53 سنه طبعا. والاريزميا دي ابتدت من امتى؟ بقى له سنه ونص. هو مش نوت اسكيميك، وما عندوش حتى ريسك فاكتورز، مش دايابيتيك، مش هايبرتنسيف، مش سموكر. ال وات از ذا باثوفيزيولوجيكال بوتنشال يوجوالي؟ يعني بتشوف ده في الناس اللي واحد كده في سن 53 وفجاه يجي له هذه الاريثميا ريزالت اندر لاين كارديك ايلنس. مش كتير هي حضرتك، يا اما ممكن تبقى حاجه فوكال فوكال اريثميا، يا اما هي انتري نتيجه وجود اكسسوال باثوي او even RT او dual immunology physiology اللي هو بيعمل even RT. يبقى presented later on كده. ممكن الاول اتاك تكيكارديا تيجي على في سن مثلا خمسينات وستينات. ممكن ده بيشوف الحيوانات اللي بره دي. وممكن يكون في underlying minimal skin احنا ما نعرفهاش. هل في الحاله اللي زي كده it's better ان الواحد يستجيب ممكن وخصوصا لو يعني في سم سسبشن. يعني دكتور عمر احمد نبيل، عندي بس تعليق عشان الدكتور عمر بيحاول يشير الجانب الكلينيكي يعني، فما تزعلش. هو قصده اقول لك ان ديز ايت فانل فادن اريزميز ممكن تبقى مثلا هوكم هايبرتروفي كارديوميوبثي اوف اني تايب ات ذيس ايج، يعني بريزنتنج بلس اسكيميك هارت ديزيز، كل الكلام ده وارد جدا. طبعا ده كان رايي ان نقول انفستيجيت
whether there is underlying ischemia, or ischemia مش لازم تكون يعني great type كان mild ischemia can cause that by re-entering. والحكم طبعا هيبان كلينيكال لكن عمل ايكو برضه يبقى العام fully investigated. اتفضل يا لا انا عايز اقول برضه تعليق تاني. انت السؤال بتاعي كان يا نبيل الهيستوري بتاع اللي انت عرضته ده ممكن يشير على النوع اوف ذا تاكي اريثميا اللي بتحصل له ولا لا؟ يعني ما تقدر تقول على دي في اف ما تجيش في اف؟ لا ما اقدرش. لا تيجي في تاك يعني. هو طبعا في بعض بعض الاريثمياز اللي هي بتبقى بتعمل هيموداينامك انستابيليتي طبعا يعني زي كلام حضرتك في اف. لكن مثلا في تاك اس في تي اتريال تاكيكارديا اتريال فيبريليشن ما اقدرش اقول يعني صعب بالتالي احمد قوي. لان حتى لو اس بي تي مع تاكيكارديا عاليه قوي والراجل اول ايج وعنده شويه برين اسكيميا من اثر السكلروز كل دي فاكتورز ممكن تتدخل في البرزنتيشن بتاع العيان. اعتقد ان بالبرزنتيشن لوحده صعب صعب ان الواحد يعرف وغزه ما عندوش سنكوب كمان وعنده بري سنكوب. الريستنج اي سي جي كان نورمال. يهمني لما اشوف الريستنج اي سي جي اشوف البي ويف اشوف البي ار انترفل اشوف الكوارس كومبلكس اذا كان في بي اكسايتيشن ولا لا. الحقيقه مفيش بي اكسايتيشن النورمال ارور بروجريشن. فبالنسبه لي انا كريستنج اي سي جي حتى كمان مفيش علامه انه يمكن في اكسس باثوي. الايكوكارديوجرافي كان الفانكشنز نورمال 63% نورمال ال في دايمنشنز. ليفت اتريوم كان نورمال. Mitral valve, aortic valve was normal. Normal right side structures. ما فيش segmental ما فيش segmental motion وما فيش أي حاجة structural تقول إن أنا ممكن يبقى عندي مثلاً حاجة to induce tachycardia أو scar related hazard. But the right old investigations is not giving any hints to underlying pathology. ولا ECG ولا إيك ولا أي حاجة. فاحنا عملنا للعيان Holter monitoring والHolter monitoring طلع الأتاكس اللي احنا شايفينها دي. هي كانت نارو كومبلكس ريجولر. كان الهارت ريت تقريبا 100 و180 تقريبا هارت بيتس بير مينت. الفكره انه احنا ما عرفناش برضو نحدد بالظبط نوع التاكيكارديا. على الاقل استبعدنا الوايت كومبلكس تاكيكارديا ابنورماليتي يعني مع التاكيكارديا ولا هو في يعني سام سورت اوف وايدنينج شويه للكيو ار اس كومبلكس. لكن على الاقل اتس نوت ذا وايد كومبلكس تاكيكارديا اللي بنشوفها في الفنتريكولار تاكيكارديا. فاحنا نوعا ما استبعدنا ان هو يكون حاجه او فنتريكولار اوريجن. لكن في نفس الوقت this is not the rate of the SVT. usually SVT لما بتيجي ما بتبقاش بالريت السريع ده. فقلنا دي يا اما اتريال تاكيكارديا يا اما اتريال فلاتر with one to one conduction. actually الحقيقه ده هولتر مش 12 في اي سي جي. فتحديد البي ويف وتمييزها بالنسبه لنا في الهوتر كان صعب شويه. اللي بسالك انت بتعملوا انترنال مونيتور عندكم هنا؟ لا. موجود في اي حته في ايجيبت في مصر؟ لا مصر. طب مهم قوي لان طبعا مش في احمد نبيل عايزينك اتفضل يا بيه. اتفضل. لا انا بس نبيل على الانترنال مونيتورنج لان طبعا مشكله الهوتر ان يربطين ماشين 48 اورز ماكسيمالي. And you cannot detect sometimes the arrhythmia which is present. Yeah, but internal monitoring sometimes is very important. Nabil بيقول إنه بيتعمل شيء. تفضل عايز يقول حاجة وسام؟ أبي أنا عايز بس عشان for teaching. طبعاً إحنا لما نشوف ده هو وأنا مثلاً أسأل وأتساءل واحد experience زيك إيه الحاجات اللي بتشك فيه. It sounds like مثلاً SVT with aberration ولا antidromic tachycardia مع pre excitation. يعني دينا possibilities كده. ما هو البوسيبيليتيز احنا استبعدنا الوايت كومبلكس تاكيكارديا. البوسيبيليتيز ان هي يا اما تبقى اتريال تاكيكارديا يا اما تبقى اتريال فلاتر وذ 1 تو 1 كوندكشن لانه الهارت بيت از فيري رابيد. الاس في تي نتيجه باث واي او نتيجه اف ان ار تي هي صعبه شويه يعني مش كومن قوي ان هي تيجي بالريت السريع ده. كنا شويه يعني مخرجين الاس في تي من احتراق. الفيرست بوسيبيليتي عندك عند اتريال تاكيكارديا فيرسس اتريال فلاتر. تمام. ده يعني سي جي تاني او هولتر مونيتورنج تاني او ستريب تاني للريتميا اللي كانت في ستي سيكند ترايل ديشن ولا دي هي ستريب.
في شويه لكن احنا الحقيقه سالنا البيشنت هل مع التكيبولد كان بيجي هل كان بيجي اتش اس بي، فهو قال ان ما كانش في اتش اس بي. طب في سؤال برضو يا احمد، لما هو جاله التاكيكارديا ما كانش بري سينكوبي ولا كان؟ عشان الاسوشيشن بين ذا سيمتوم اند تاكيكارديا. يس كان بيجيله بري سينكوبي، يعني احنا عملنا كورليشن مع الاتاك اللي كان بيجيله وقت الهولتر وسالناه، قال فعلا يعني عملنا التايمنج بقى بتاع الهولتر وفعلا كان في اسوشيشن مع بري سينكوبي ومع ديزنس. ده سؤال مهم يا جماعه، علشان اسوشيشن sometimes is lost between the symptoms and the ECG findings. وبالتالي بتشك ان the ECG findings are the cause of the symptoms. هو في الأجهزة بتاعت الهولتر المفروض من زمان يعني there is a certain number. Yes. The patient can record what he's feeling. The patient اللي بيركب الهولتر دايما في الانستركشنز بنقول له انه لما يحس بأي symptoms، أي تاكيكارديا، أي dizziness، في زرار بندوس عليه، واحنا بعد كده بنشوف لما بنعمل analysis بنشوف الاوقات اللي هو داس فيها على الزرار وبنكورليت بنشوف الوقت والساعه. Sometimes even he can record that I feel now. كان يقول وبنخليه يكتب لنا مثلا الساعه كذا حصل لي حسيت كذا، الساعه كذا حصل لي. فدخلنا نعمل اي بي ستادي، ولما عملنا الاي بي ستادي استنى نبيل اتفضل يا دكتور. معلش انا في سؤال عايز اطرحه كده، انا نفسي احب اتعلمه، يعني الفرق بين كلمه اتراتيك كارديا و سوبر فنتريكولار تاكيكارديا. في صعوبه شويه، اعيد السؤال يا احمد لان عندك النت بيقطع. ايه الفرق ما بين كلمه اترال تاكيكارديا وسوبر فنتريكولار تاكيكارديا؟ تمام. السوبر فنتريكولار تاكيكارديا بتبقى عاده بسبب حاجه من الاثنين، يا اما وجود اكسسوري باث واي وده بيبان عندنا في منظر الاكسيتيشن اللي بنشوفه في الاي سي جي، وبيبقى التاكيكارديا نارو كومبلكس وبتبقى ريجولر، او بيبقى نتيجه الايفين ار تي نتيجه حاجه اسمها ديول ايفينود فيسيولوجي، ان انا يبقى عندي اثنين باث ويز جوه الايفينود وبيعملوا لي ريانترنت سيركت جوه الايفينود فبتعمل لي برده سوبر فنتريكولار. ده السوبر فنتريكولار دي بتبقى نتيجه ريانترنت ميكانيزم يا اما جوه الايفينود اللي هي الايفين ار تي او نتيجه اكسسوري باث واي اللي بنسميها الاي في ار تي. دي السوبر فنتريكولار تاكيكارديا. الاتريال تاكيكارديا هي عاده بتبقى نتيجه فوكس في الاتريا سواء كان الليفت اتريا او رايت اتريا، والفوكس دي بتفاير بريت اسرع من الاس اي نود وبتعمل التاكيكارديا، بتبقى كوندكتد عاده من الاي في نود بالفنتريكل فبتديني نارو كومبلكس تاكيكارديا، لكن عاده بيبقى فيه بي ويف ابيرنت بي ويف قبل كل كيوريس كومبلكس، والبي ويف دي بتبقى المورفولوجي بتاعتها مختلفه عن البي ويف ديورينج السانس. فاحنا لما عملنا ستادي يعني انا بس بعتذر لان التفاصيل الستادي ما كانتش موجوده، لكن احنا لقينا ان احنا عندنا اتريال تاكيكارديا، وطبعا لما بيبقى في اتريال تاكيكارديا احنا بنفضل ان احنا نعمل له 3 دي مابنج عشان نحدد بالظبط مكان الفوكس ونقدر نعمل لها ابلش، لان البحث عن فوكس في الكونفشنال ميثود من غير 3 دي مابنج بيبقى صعب شويه. بعد ما عملنا الاستدي وعرفنا انه عنده اتريال تاكيكارديا، كتبنا للبيشنت انه يمشي على بروبافينون 150 ملي جرامز 3 تايمز ديلي. اكشلي الاتاكس كانت اقل شويه لكن كانت لسه بتجيله، بمعنى كده انه حتى كمان الميديكال تريتمنت ما كانش جاي. احمد انت اخترت الدراج ايه هو اسمه اللي اخترته؟ البروبافينون ده كده كويس في ظل نورمال الهارت مش كده؟ بالظبط مفيش حاجه ستراكشرال او حاجه كان بناء على ان هو نورمال هارت فما فيش مشكله من ان احنا ندي البروبافينون. ثاني حاجه الكلاس 1 اي الانتي ريتمكس اللي هي منها البروبافينون معروف عنها ان هي بتبقى ايفكتيف دايما في الاتريال ادبتس، فكان من ضمنها الاتريال تاكيكارديا. في الفنتريكل لا البروبافينون مش ايفكتيف قوي في الفنتريكل يعني يعني هو الفضل استخدامها في الاطراف اسمه ريتمونور. تمام ابتدينا بقى نعمل البروسيجر الثاني، والبروسيجر ده كان من الحقيقه من شهرين. لما دخلنا العيان هو كان النورمال ساينس ريد ما كانش عنده بس هنا في سؤال طبعا العيان ده بيجي له تاكيكارديا بتعمل له بريسنكو اه و
وهي لحد ما فريكوينت. والدواء اللي احنا اخترناه الهاف تايم بتاعه ياز تو هاف ات 3 تايمز ا داي. فهل الواحد من الاول يشوف ان بريفربل للعيان ده تديله ترايل اوف ميديكال ثيرابي فور ا بيريد، ولا في حاله زي كده ان هو يعني بروسيد على طول الانترفنشن؟ لا، هو كان الديسيجن ان احنا كان بروسيد على طول الانترفنشن، بس احنا يعني ادينا له ميديكال تريتمنت عشان نقلل بس الاتاك شويه ونقلل السيمبتومز لغايه لما نعمل البروسيد. يعني الديسيجن كان فروم ذا ستارت، فروم ذا ستارت. يعني واحد زي ده اي ثينك الفيرست سينكينج بالظبط. احنا ما كناش بنديه كترايل انه لو كان كنترول مش هنعمل ادمشن، لا بس كنا بنحاول نقلل الاتاكس لغايه لما نعمل احنا لما بنعمل البروسيجر احنا دخلنا كوادري بولر كاتيتر قسطره رباعيه حطيناها في الانسيشن، وحطينا قسطره ديكا بولر كاتيتر اللي هي القسطره العشريه في الكورونري ساينس، ودخلنا بقسطره الكارتو اللي هي الماتنج والاديشن كاتيتر عن طريق لونج شيث، بيبقى شيث طويل 8 فرنش بيوصل لغايه الرايت اترال كافيتي، ومن عن طريقه بندخل بنعمل الماب او بندخل القسطره بتاعت الكارتو وبنعمل ماب. لما دخلنا كان احنا كنا ديورينج ساينس ريزم، فاحنا ديورينج ساينس ريزم احنا ممكن نعمل حاجه اسمها الفولتج ماب. ايه هي الفولتج ماب؟ انه القسطره احنا بناخد مناطق كتير وبنرسم الماب اناتوميكال للتشيمبر اللي احنا دخلنا عليه اللي هو كان ساعتها الرايت اتريوم. دي الماب بتاعت الرايت اتريوم، ذيس از ذا رايت اتريال كافيتي، ذيس از ذا سوبيريور فينا كيفا، ذيس از ذا انفيريور فينا كيفا، and this is the area of the tricuspid annulus or the tricuspid valve. احنا عملنا حاجه في الاول اسمها فولتج ماب. احنا طبعا عارفين ان الاتريوم الفولتج بتاعه اقل من الفنتريكل، فاحنا بنعمل سبيكترم على حسب الفولتج، انه احنا اي حاجه او اي فولتج above 0.5 ملي فولت is considered a normal voltage، واي area showing a voltage less than 0.1 ملي فولت is considered a fibrotic area or a scar. دي ده القاعده اللي بنعملها لما نعمل فولتج ماب في الاتريوم. فلقينا الاتي، والحقيقه كانت مفاجاه بالنسبه لنا ودي اول مفاجاه، انه احنا لقينا لارج اريا اوف لو فولتج، اللون الاحمر ده يعني ناحيه ال 0.1 ملي فولت، ده معنى كده ان كل الاريا دي اوف لو فولتج، وانه فقط الاريا دي هي is of normal voltage. معنى كده ان this is the only healthy tissue. في فيديو هيبين بقى كل الاتريوم، لفينا كل الاتريوم، فكل اللون البيربل ده معنى كده ان this is of normal voltage، وكل الاريا الريد this is of a scar. فاكتشفنا انه في a large scar موجوده في الرايت اتريوم، في الانتيريور وول اوف ذا رايت اتريوم انترولاترال، على الرغم من البيشن ده كان في الايكو نورمال، وكان يبدو لينا ان هو ستراكشري نورمال. فاصبح القصه انه لما احنا داخلين على فوق الاتريال تاكيكارديا، لا احنا عندنا لارج سكار في الاتريا ممكن تكون هي سبب. طب احمد عندي سؤال كده يا احمد. اتفضل يا دكتور اسامه. اللي هو ما خدش راديشن قبل كده او تشست تروما؟ عايزين نفكر في حاجه ريليتد شويه يعني. مفيش اسئله، لكن السؤال الاهم يا اسامه، هل الراجل ده عنده يعني هيدن تايم مايوباسي يعني غير طبيعي ان الواحد يبقى الرايت اتريوم كده از افكتد وفي سكار بهذه الحجم دون ان يكون هناك؟ يعني this patient should be investigated for underlying type of right side myopathy. لان وبعدين انا مش عارف نبيل هيقول لنا طبعا he is entering on the assumption that he has a focal lesion can be medial ablation، لكن دلوقتي بقى في وجود هذا السكار الكبير قوي what would be the technique how we are going to نبيل هيقول لنا حتى. لكن انا مصر ان يعني اذا كان الواحد يقدر ياخد مثلا بايوبسي من هذا الرجل ويشوف الابنورماليتي اللي موجوده، لان دي حاجه بالنسبه لي فيري سترينج تو فايند ذا رايت اتريوم افكتد بهذه الدرجه دون وجود اندرلاين كاردييك ديزيز خالص. وبعدين يعني نيو تكنيكس اوف ايكو، وذر ذيس سترين تكنيك whether this can diagnose this condition before or
not. لأن طالما ال 2D echo will just tell you about the dimension, not give you a good idea. Speaker tracking may be of value in this condition. دكتور عمر ممكن نعمل له كاردياك ام ار اي كمان عشان نشوف الفيديو كمان مره. نبيل بيقول نعم. طب كمل يا نبيل اتفضل. واحنا بنعمل المانيبيوليشنز بنعمل الماء ونشوف بقى موضوع السكار وهنتعامل مع السكار ازاي. جات التكيكارديا بات ايه التكيكارديا كانت على 155 كانت تنهالي شويه وحظنا كان كويس انه ساعتها كان هيموداينامك ستيبل ما كانش بقى جامد وكده فقدرنا نكمل البروسيجر. وعملنا ديلينيشن للسكار وحاولنا ان احنا نعزل السكار دي عن بقيه النورمال تيشوز. لما بنعمل كده احنا بناخد لاينز اوف ابليشن للاند مارك معين بمعنى ان احنا خدنا لاين اوف ابليشن من السكار للسوبيريور فينيتيف وخدنا لاين تاني من السكار وحوطنا بيه الادج الناحيه الثانيه ووصلنا لاين للانفيريور فينيتيف وخدنا لاين ثالث وصلنا بيه لغايه الترايكاسبيد انيولس ونزلنا تحت عشان نحوط السكار ونحاول نعمل ايزوليشن اوف السكار. بس اكشلي بعد ما خدنا كل اللاينز دي التكيكارديا ما وقفتش وفضلت مكمله. واللاين دي خدتها بمعنى ايه؟ ابليشن بوينتس. خدنا ابليشن بوينتس اللي هي كل النقط البينك والريد. ده متوقع انت خدت صحيح النقط دي لكن هو الاريا اللي انت ديسكفرد باي ذا بورد مابينج بالظبط. حاولنا نعزلها حاولنا نعمل لها ايزوليشن بس الحقيقه فشل. معرفة هو قصه مش الايزوليشن بس قصه ان هي ذاتها ديزيز. ما هي ذاتها لو هي ذاتها ديزيز احنا بتكون ضغط حاولنا نعمل لها ايزوليشن يعني وجود التكيكارديا اللي حصل سبونتينيس اديتك في حاجه جدا. هقول لحضرتك دلوقتي ازاي بقى انه احنا قعدنا تاني عملنا ماب تاني باستخدام قسطره تانيه مش القسطره بتاعت الابليشن العاديه بتاعت الكارتو حاجه اسمها البنتري كاتيتر اللي احنا شايفينها دي دلوقتي هي قسطره بيبقى ليها خمسة فينجرز كل فينجر فيها أربعة بولز ففيها 20 بول. نقدر نعمل ريماب تاني للرايت اتريوم بشكل أدق وفي نفس الوقت نعمل حاجة اسمها اكتيفيشن ماب اللي هي نشوف السورس بتاع التكيكارديا بادئ منين عن طريق ان احنا بنجيب الايرليست سيجنال فين ونشوف السورس بتاعها بتاع التكيكارديا جاي يمكن تكون هتساعدنا او ممكن تكون تساعدنا. This is the ventricular catheter هو الرايت اتريوم وده شكلها ودي الاثنين مابس اللي احنا عملناهم دي الفولتج ماب ودي اسمها الاكتيفيشن ماب بالكالر سبيكترم بتاعها بيبقى انه الريد هو الايرليست الريد اريا هي الايرليست وكل ما الالوان تروح ناحيه الاصفر والاخضر والازرق والبربل بمعنى كده انه this is the latest area of activation فبنعرف انه source of the tachycardia is coming from this area وده كان شويه يعني شويه غريب لانه المفروض انه لما بيبقى في سكار المفروض انه التكيكاريا تبقى ماشيه شويه in a re-entrant circuit لانه بتبقى سكار related فبتلف حوالين السكار وده كان الشكل اللي احنا شفناه ده كده كان مختلف. النقطة الثانية اللي استغربنا لها ان الـ area of the earliest activation was outside the حتة سليمة outside the scar دي كانت حتة سليمة انه احنا جرينا ورا السكار احنا لقينا سكار والسكار موجودة وجرينا وراها وحاولنا نعمل لها isolation بس اكتشفنا بعد كده انه الفوكس او السورس اوف ذا atrial tachycardia جايه من حته سليمه حطينا الاثنين ماكس قدام بعض لقينا ان هي دي الحته اللي بيطلع منها فيها بس يعني هو في فرق بين ان تبقى اريا فيري ايفيدنت بي افكتد باثولوجيكالي واريا ثانيه صحيح مش ظاهره لكن في ماينور ابنورماليتي كان بي ذا سورس بالظبط لكن الفولتج بتاعها سليم كان كويس
دي بقى حاجه بنعملها برضو اسمها بروباجيشن ماب، ان هو الماشين بتاعت الكارتو بيعمل لنا شكل التاكيكارديا طالعه منين وبتنتشر في الكتلة في انهي اتجاه، واكد لنا الباترن ده ياكد لنا انه اتس نوت ري انترنت او سكار ريليتد اريثميا، ات از افوكال اوريجن. حاجه ثانيه بقى خالص، حظك كويس الحمد لله بالظبط الحمد لله. ف الحقيقه بيد يعني شيء ممتع هذا الادفانسمنت اللي حصل في برانش بتاع الالكتروفيسيولوجي، حاجه سوبر. بص اقول لحضرتك حاجه، التكنولوجي خصوصا مثلا الاسترت البنتري دي، احنا عملنا الماب بتاعت الرايت اتيام بالظبط في 10 دقائق. احنا بناخد نقط، حضرتك متخيل انه في 10 دقائق احنا بالبنتري خدنا 13000 نقطه، يعني اهو ادي عدد النقط اهو 13161 نقطه في 10 دقائق لغايه في 10 دقائق. طبعا التكنولوجي بتنقلنا في حته ثانيه وبتوصلنا لمعلومات ما كناش هنعرفها. بالتالي اول ما دخلت الاسم الكلام ده ما كانش موجود. لا خالص. تقدم خالص. خالص. فدخلنا بقى عملنا ابليشن للاريا الهوت اريا او الريد اريا، واحنا بنعمل الابليشن حصل سادن ترمينيشن اوف تاكيكارديا والاتريال تاكيكارديا وقفت الحمد لله. والحمد لله كانت سكسسفول وكونا فيها 2 مينتس، كان على 30 واتس فور 2 مينتس، والحمد لله الريزلت كانت كويسه. امبارح بس الكلام ده من قد ايه؟ من شهرين. امبارح بعتنا بقى العيان يعمل ام ار اي، مفاجاه بالنسبه لي وكانت غريبه شويه انه الام ار اي بيطلع انه نورمال. يا خبر ابيض، حتى الاتري؟ حتى الاتري. يعني انا هو الفالسي في الديتكشن اوف باثولوجي باثولوجيكال ابنورماليتي باي ذيس فولتج مابينج اند الليترز. بص لا في الفولتج اصلها يعني بالعكس، لا احنا بنشكك دايما الام ار اي، دايما بنقول يا ترى الام ار اي بيعرف انه بيجيب نفس الريزلتس بتاعت يعني هنا السنسيتيفيتي اعلى طبعا كتير لان احنا بندخل جوه الشيمبر بيس فولتج في كل بوينت. والحقيقه ما فيش عجب بقى، ما هو مش عارف بس هي الفكره ان ما يطلعش بقى ما يوقف ولا حاجه. الحاجه الثانيه اللي احنا فكرنا فيها لكن العين انكرها تماما، انه يكون جاله كوفيد وانه احتمال كان الكوفيد يكون عمل سم سورت اوف اتريال سكارينج او اتريال فايبروزز، بس البيشنت الحقيقه انكر تماما انه يكون جاله سيمتومز او كده، لكن طبعا يبقى الاحتمال انه كان جاله مثلا سب كلينيكال وعمل الاتريال. اعتقد ان ده احتمال قوي جدا. بالظبط كلينيكال مانيفستيشن اوف ذا كوفيد، كتير ناس تقول لك ده دور برد وهو كان كوفيد. بالظبط. لان انا ما اعتقدش ان حاجه كده هتيجي الحادثه بينها يعني زي اللي احنا شايفينها. المهم هي حاله فيري انترستنج، العرض بتاعك رائع يا احمد ونشكرك شكرا جزيلا. وبالتالي الحاله دي يعني ممكن نشوفها. طبعا انا ناوي ان شاء الله، بس انا كنت بجمع الام ار اي ونعمل كل ال شكرا. هو مش وجدي اللي جاب الكارتو يا نبيل؟ كان دكتور وجدي. وجدي اللي جابه. مش كده؟ ناس خدمت الاسم بصحيح والله. وجدي بس مقطعنا. يعني طيب انا يبقى معانا هنا وحشنا راجل جميل. طيب دلوقتي انا بقطعه جامده يا دكتور. لا بس حبيبنا دلوقتي هنقدم الحاله الاخيره والدكتور هيثم جاء، وهي الحاله الانترفنشن الثانيه. يعني اسف على التاخير، بس اليوم الاربعاء بيبقى عندي شغل اسكندريه وفي فباجي دايركتلي على عايزك اريح لك تيجي بالليل بعد ما خلصت. خلصت على طول. فالحقيقه طبعا يعني اتس فاكتشر ان انا ابقى في البوست كاب طبعا زي كل مره. الحقيقه انا يعني انا دورت في الحالات اللي عندي، كان عندي
بس عشان بوست تيست حاجه يعني سالبيتيشنال يعني بروجرام مني فكان اخترت الحاله دي. حاله كانترفنشن اتس نوت فيري اتس ا بوست كابيتال انترفنشن بس الديسيجن ميكنج في التشويس اوف ميديتيشن هو اعتقد ان هو ذيس از ذا كي بوينت. واحنا مرحبين جدا جدا بالحالات اللي بقى فيها ديسيجن ميكنج عشان دي اللي بتدي الدروس مستفاده اكتر. وانا بستغل الفرصه دي الحقيقه وبشكر شحتة وبشكر عبد الله لان هو نجاح الكونفرنس ده معتمد على السلكشن اوف ذا كيسز وي ار بريزنتنج. هم بيبذلوا جهد جامد وانا بتوجه لهم بالشكر لان هم عامل اساسي في نجاح الكونفرنس. الحقيقه يعني rapidly through the history of the patient هو عيان 65 سنه diabetic hypertensive with smoker عامل كابج في 5 سنين في البرزنتيشن. على فكره الحاله دي كانت في 2016 التايمنج اوف ذا كيس هيفرق في البرزنتيشن كتير بتاعنا. فالحقيقه العيان 65 سنه diabetic post كابج من 5 سنين جاي طوارئ significant chest pain مع اس تي ديبريشن ديفيوز والشوكر بتاعه كان عالي فاحنا عملنا diagnosis على طول ان العيان ده نون استي اكيو كرونش دوم نون استي باي كارديو انفاركشن. ذا دايجنوستيك اوف ذا بيشنت ليف سيستم زي ما احنا شايفين بوست كابج بيشنت وي اكسبكت ان احنا وي هاف ديفيوز اثيروسكلروتيك كورونري ديزيز وي هاف ديزيز ديف مين ذات جيفز اونلي ا سيركمفلكس وذ ا فيري سمول اوبتيوز مارجن والال اي دي از توتالي اكلودد فروم ذا اوسكين اند ذيس از ذا رايت كورونري ويتش از اكشلي اكلودد فيري اوكسيميتي. I do think this is the cause of cabbage in these patients. This is the graft. We have a jump graft on a marginal and diagonal, and we can appreciate that we have an ostial severe disease of these saphenous vein graft to the diagonal and the obtuse margin. And this is, I think, the culprit. We have a thrombus in the saphenous vein graft to the PTE of the right coronary. Before further, لا بس برضو ما نقدرش نقول ده كابر لان السينوز اللي موجود برضو في الليفت سايد على الجامب كراب ده عالي قوي. انا هقول لحضرتك بس اصل كان في فيري كتير ثرومبس. باينه بس لكن انت بينت لنا كمان ان في ليجن في الكراب جامد. سو يعني حضرتك متفق معايا انا عملت بوث طبعا طيب احنا بس انا اوبن سمول ديسكشن كده ليما واز بيتنت على الفيوز ديزيز ده اللي هي ديسكشن. فانا الديسيجن بتاعي ان ديس ستيب العين ده اتش سبين تيبيكال او بيرسيستنت ان انا تو دو بوث جرافتس تو دو ذا ساكنس بين جرافت على البي دي اي والجامب جرافت على الدايجنال سمارتن. الكلام ده لو بالكم من الديت ات واز 2016 فكان الاوبشن اور ذا ميديكال تريتمنت ان انا حطيته على فول دوز اسبرين اند كلوبيدو جريد يعني لودد وذ 8 تابلتس واي انيشيتد تايروكيبان او اجراستات انفيوجن. Okay, and then we did the intervention. It was not difficult. We did that during the procedure. If the door had loading, we're starting the agrostat during the procedure. It was an easy intervention. We took a Zion stent 3.5 by 33 in the saphenous vein graft to the PDA. And this was the result. It was a fine result. Usually, I do not like post dilatation, the saphenous vein graft, especially in the setting of thrombus. No reflow in these patients. لكن انت تعتقد ان هو كان في ليجن سيجنيفيكانت ولا هي كلها كانت ثرومبس؟ الحقيقه من الاوبننج اوف ذا ستنت لو كان هنا بس يعني اي اكسبكتد عشان الدرس الثاني في ديجنريشن ده اوريدي بقى ديجنريتد از ويل وحصل بوظ. لا يعني انا كان سؤالي هل في حاله زي دي ان احنا نخلي العيان فور 24 اورز باكو بروتين inhibitors and then we re-inject him again and to see whether the lesion in this graft is an actual lesion or this is stronger. In fact, the only thing is that we offer stent if it is not needed. Definitely, it's a very point, but the pain can be resistant. I don't want to go and the depression can be severe in a few weeks, so I can do an intervention without further delay. فاحنا وي هاف ا بيتنت وي هاف ا تيمتري فلو وي هاف ا نفختها على نومينال بريشر يا هيثم على 14 هو نومينال 12 انا فتحت على 14 يا بيه عشان بس يبقى سايز يعني كوابتنج مع الوول بتاع هو ممكن تبقى اندر سايز شويه في حاله زي كده عشان افويد النوري فلو والبرفوريشن حضرتك قصدك طبعا ديفنت صح والديسال امبولايزيشن كمان ديفنت
فاحنا وي افويد طبعا بوست دايليتيشن اتس سنجل انفليشن على الدايركت على الستنت اند ذا فلو واز جود افتر ذا انترفنشن اند ذيس از ذا اذر جرافت وي نيد اولسو ان انترفنشن وذ ديزاين ستنت 3.5 باي 28 اند انفليتد جاست نوميدلي ذيس was the result. It was a good flow, and it was a jump graft supplying the diagonal and the diffuse margin as well. And this was the result. And the patient was discharged 48 hours. What's the stent? Stent. No, definitely, no. Definitely, for osteo lesions in the graft, I do flare. A flare being said, we're not in the intervention by the killer also. And after right, I'm going to address that. And it was discharged completely with without a problem, without chest pain, with functions كانت نورمال في الايكو وكان ليه معاد المفروض فولو اب بعد حوالي اسبوع في العياده وكان خارج على دبل دوز بلافكس على كلوبيوجريل دبل دوز وبعد كده جه يوم العياده المفروض يجي حوالي 10 دقائق قبلها وربع ساعه سيفير chest pain he was presented to the ER shocked with diffuse ST depression in all leads فاحنا قررنا ان احنا بروبلي عندنا ستنت بروبوزل فنخش نعمل ري انجي وانس مور بس عايز اوريكم اول صوره دي سيت بوست ذس از ذا ستنت اوف ذا جرافت تو ذا رايت كورنري كومبليتلي اوكلودد ايف بروكسيمال تو ذا ستنت والبيشنت على فكره كان فيري ويل ادوكيتد ومتاكد انه بياخد الكيلوجرام الاصلي باي تو دوز اند ذير واز نو داوت اوف ذس So we passed the wire and we did a thrombus aspiration inside the stent, this thrombus aspiration catheter, and we resumed the TV flow in this graft. It's a little bit sluggish on the first alarm presentation, but that's expected, and we continued on a trial of event once more. But and the other graft was also completely occluded. So we have a stent thrombosis, our stent thrombosis in both grafts. Taban, I think in this graft, and I'm into clinical deterioration after the nose applying the diagonal and diffuse margin as well. Can I then occlusion in both grafts by a thrombus? I was stent thrombosis in both grafts. We did also a thrombus aspiration and we opened the vessel in this patient. I entered the procedure with reasonable flow on both vessels, but I can in a bad condition. And speed shocked at the muscle and 10 yum on IV supports. Functions that are deteriorated in 50 to 38. But I think all this deterioration can be due to stunning in this condition, as long as he has no infarction, and this is expected to be improving in the following days. Yeah. Two major vessels obstructed by thrombus. This is very liable to be stunning. هو الحقيقه الفانكشنز ما بقتش ما رجعتش 50% but it was 40 something هي ده اتحسنت على البرزنتيشن بس الحقيقه البوينتس اوف ديسكشن اللي عايز اريز بحاله زي كده ذا فيرست البين جرافت انترفنشن دو وي نيد سبيشال ايكويبمنتس يعني مثلا هل كنت استخدمت فلتر واير ان ذيس بيشنتس از ا بروفيلاكسيس من ال من يعني further embolization. Well, filter wire in this condition will prevent showering in addition during the procedure. Just so, yeah. The thrombus in the of the main graft. We have taken the guidelines. My watch rocket. No, it's not indicated as routine. Like in our point, and then I tried to stress earlier in our presentation, that we're talking about 2016 before the ticket reader was introduced. الحقيقه يعني انا ليه طلعت الكيس دي لان انا يعني كنت انفولفد ان بروجرام وذ استرازينيكا فالحقيقه دورت على كيسز which was a clear indication for a ticagrelor before the introduction of ticagrelor الحقيقه this patient is a clear indication عيان high risk post cavage جاي بنال ستي اكيو كرايسيس سندروم with vein graft intervention so classically we should start with ticagrelor in this patient عشان at least to avoid or decrease incidence of stent thrombosis that could happen نتيجة simply at clopidogrel resistance in this patient because we don't know the mechanism. I think if it was something technical, it will affect only one vessel, one stent, but probably it's something related to clopidogrel resistance, so it affects both stents in a 1 week duration. So probably this patient was something like clopidogrel resistance,
لو العيان ده بوينت لو ده مسج انا احب ان اوصلها العيان ده presented nowadays I think you should take a ticket rule as loading dose from the start and continue on the ticket rule of a week later on. I think this is انا اعتقد كده ومش بس يعني احنا يمكن ما بنستخدمش الفراسوبريل لكن يعني احنا دايما في حكمنا في استخدام الانتي بليتلز بيعتمد على حاجتين البليدنج ريسك والتايب اوف ليجن بي ار سي ويز فده على الاقل كان التيكت رول طبعا بي انديكيتد ذيس كونديشن لكن ما نقدرش نقول قوي ان العيان ده عنده وعلى فكره دلوقتي في ريفايفنج ان ذا ليترشر في بيبرز كتير قوي مكتوبه على الجينوتايبنج وعلى التست الديفرنت انتي بليتلز على البليتلت فانكشن يعني لكن ما نقدرش نقول صراحه لان الراجل ده هو عمل قبل كده انترفنشن عمل كابج وما كانش وبعد كابت بيت بس من ريستن فإذن لو هو عنده some resistance you never know in this support ممكن طبعا يكون هو عنده resistance لأن أنا فعلا زي ما هيثم بيقول ده هو عامل كابج ومش عارف حاطط ستنت فكون هم فعلا بيدوا كلوبيديجريل بس مش هي دي النقطة هو طبعا ده احتمال وحتى لو ما عندوش واحنا في الإيرا دي طبعا أنا كنت أبتدي بالتيجا بيقول from the start ولو عندي كراسوبريل definitely يعني هو الحقيقة أنا لخصت ال questions أو message from the stent composers يعني دايلما whether it's a compliance from the patient بس الحقيقة هو he insists إن هو is taking the medications antiplatelet choice I think in this case this is the cause the procedure related it could be because sometimes لو إحنا عندنا heavy thrombus burden from the start بس we expect this during the procedure أو لو عندنا some sort of under deployment of the stent our stent fracture, our edge dissection, this could invite thrombosis later on. But it was not in this case. هو definitely طبعاً هاش related بالتكنيك بتاعه. لأن لو related بالتكنيك هتبقى في ناحيتين. لكن هو الرجل ده عنده high thrombus burden. السؤال اللي يجب أن يكون مطروحاً هنا بجانب التكنيك بالتكنيك. هل هو محتاج؟ هو العيان ده عنده liability thrombosis جامدة. هو ده اللي جابيه أساساً. هل ياخد سمول دوز انتيكواجلانس معاها ولا لا؟ زي حاجه نوبل انتيكواجلانس يعني نوبل انتيكواجلانس اليكوز مثلا 2.5 مرتين ولا وات ايفر يعني لان الواحد هنا بيبقى فيري وورد ان ده يتكرر تاني ولكن ده هيبقى طبعا على حساب ان انا بزود البليدنج ريسك عند العيان فده سؤال مطروح ما فيش اجابه ديفنتلي في الليترشر لكن من المنظر الرهيب يعني هيثم شافه تاني يوم وهو بيشتغل ثرومبوس بيردن العالية قوي في الناحيتين دي وهو اساسا جاي بثرومبوس بيردن ثرومبوس فقد يكون ده حاجه مطروحه للتساؤل هل ياخد سمول دوز مع السترونج انتي بليتلت ولا لا او هل ده هيؤثر على البليدنج ريسك بتاعه قد ايه؟ 65 سنه من 2016 مش عارف رايك ايه يا احمد في الحكايه دي انا موافق تماما يا دكتور عمر ان الراجل ده لازم ياخد حاجه من النوفيل اورال انتي كواجولانتس ممكن حتى فورمايل يعني على الاقل لمده 5 ملغ دوز اللي هي بس دوز اوف ريفاروكسابان لكن في الكومباس ترايل حتى نحطه مكان الاسبرين يبقى قصدي طبعا الاسبرين يعني احنا هنوقف مش هندي اسبرين وهندي سمول دوز اوف انواك ولكن ريفاروكسابان 2.5 اللي هو موجود في الترايل يعني الحقيقه برضو يعني انا حبيت احط السلايد من بلاي تو ستادي ان احنا وذ تيكت بيقول وي هاف سمثينج لايك 33% ريليتيف ريسك ريدكشن من سام ثرومبوزس ان كومباريزن تو ذا كوبيدو بيل فالحقيقه اي تو ريكومند في العيانين بالذات الاكيو كورونري سيندروم ان احنا وي جو دايركتلي فور ذا تيكت بيقول انستد اوف ذا كوبيدو بيل المسج الثانيه اللي عايز اوصلها برضو ان احنا لسام ثرومبوزس يوزوالي مور اجريسيف ذان ذا انيشال برزنتيشن يعني العيان في اول برزنتيشن كان جاي مش شط وكان جاي البازل مش توتالي اكلودد لكن وي ديستنت فروم موزز وي اكسبكت ورس اوتكم فاحنا ذا بيست تريتمنت اوف سنت فروم موزز از تراي تو افويد ات فاحنا اي دو ثينك تشويس اوف ذا انتي بليتلت فروم ذا ستارت ذا رايت تشويس ويل ديكريز ذا انسيدنس اوف سنت فروم موزز ان ذيس بيشنت وهو برضه هو شوف لان المره الاولانيه كان الجرافت اللي في الرايت كورنر هو اللي مين ثرومبوتيك الثاني ما كانش قوي الى جانب ده حصل جرادوال لكن ده صادم انكلوجن اوف تو جرافتس هم ده اللي عمل الفرق
This is my take home message. Stent thrombosis is very difficult to treat, so try to prevent it. Prepare the lesion very well. That's مش في good thrombus at first, طبعا. مش في graft. Careful attention to the daily antiplatelet therapy duration with drug with compliance. Be obsessional about the result. Always pause dilate. That's مش في good thrombus, so مش في pain graft. When you understand, of course. Use imaging. لو احنا عندنا angiographically doubtful results. النقطة الأخرانية إن احنا لو احنا ما عندناش known mechanism of stent thrombosis who can repeat it, we can use OCT or IVUS عشان نشوف الستنت جوه ايه اللي حصل. يعني it's one of the treatment choices ان انا لو عندي repeated stent thrombosis in the same patient in the same vessel وما عنديش كتير كتير reason, يعني العيان مثلا مش زي ده high thrombus burden او expected او suspected PWI resistant, we can use OCT or IVUS in order to detect the cause. This is my take on it. أعتقد ممكن تضيف إليها النقطة اللي احنا وصلنا لها. In this condition, we can replace the aspirin with small dose of aspirin. Thank you. شكرا جزيلا ناس. شكرا جزيلا. والحقيقة برضو كان معدل بالمنس رائع والثلاث حالات اللي تقدموا جمال جدا. وطبعا نبيل الإصدار. لأن الـ والـ التكنولوجيا حاجة رائعة. انا عايز اقول يا عمر ان في الاكيوت كورونري سيندروم لازم يبقى التيكاجرول هو الفيرست تشويس زي ما هيثم قال, بس يعني كل البرايمري انترفنشن لازم يبقى ناخد تيكاجرول ريجاردلس. في الوقت اللي عمل هيثم اول مره ما كانش انا فاهم, لكن هو زي ما انت بتقول لازم يكون الفيرست تشويس. واحنا هنا في بروسيدجر لا ما فيش في مصر برازوبريل, بس البرازوبريل حتى عليه ليميتيشنز في الايج وفي اكثر من تيكا بيلول الليميتيشنز ستارت وي كتير. ما هو كلها سيلكشن اوف البيشنت. سيلكشن اوف البيشنت. شكرا جزيلا. شكرا يا احمد. يا عمر باشا الله يخليك. مع الفل. شكرا يا عمر. شكرا يا احمد. Thank you.